هون بنات وصلنا 100 دعوة، الاثنين ونلحق 1000 دعوة. مرحبا بنات، كيفكم؟ بفيديو اليوم حألعب انا وانتو لعبة القصص والتمثيل، لعبة ملكة الموضة النسخة العربية من هوليوود ستوري. طبعا قبل ما نبلش بفيديو اليوم، اذا انتو جاي على القناة او اول مرة تشوف القناة ومقتنعين بالمحتوى اللي انا اقدمه، انتو تعملوا سبسكرايب بالضغط على الزر الاحمر اسفل الفيديو، هذا حسابي على الانستغرام، الرابط حيكون بالبايو. بما انكم صرتوا كتير على حساب بالانستغرام، وصلنا 100 متابع بالانستغرام، شو كتير فعاليات لانه وجدت كتير بنات من القناة رايحين على حساب بالانستغرام، اذا مش متابعيني انتم ضايعين عليكم كتير فعاليات في الانستغرام، تابعوني، رابط حيكون بالبايو. فكرة فيديو اليوم هي حاجمع 1000 دعوة من المكافآت الاستثنائية، ولسه حطوا لايك. لماذا؟ لانه انا بدل ما اشتري هذه اللبسة رحت شحنت، وبدل ما افتح نادي النجوم رحت شحنت، وبدل ما افتح الموسم الذهبي رحت شحنت الماس كذلك، سنة تحطوا لايكم. انا كتير خاسرة حقيقية مشان اشحن، يعني شحنة انا 10000 جوهرة، you know 10000 جوهرة، so yeah. خلونا نبلش الفيديو، حطوا لايك، حطوا لايك، لايك مهم، لايك امر مهم، حطوا لا تهتم، يس. وخلينا الاول شيء نلبس اوتفيت اليوم، اجيكم ولا تقيموا لي هذا الزوج، يشوفوا الاوتفيت بتاعه، واو زوج يعني هيك على الموضة. وجايز هذه الاوتفيت تبع اليوم، قيموها لي تحت بالعشرة، واكيد حطوني 10/10 لانه كتير حبيتها. التيشيرت من عجلة الحظ او من عجلة الموضة، والبانتس من هذي المعجبين، من هذيك الفلوس اللي نشتري بهدايا المعجبين. خلينا نبلش بالفيديو، حنلعب هدايا المعجبين. في هذا الفيديو حنكتشف قد ايه هياخد منا الماس عشان نسوي هذه الفكرة، وقد ايه هياخد منا وقت، وكمان هل صح احنا نقدر نسوي هذه الفكرة. سو تشوفوا كل هذه الخطوات ابقوا لنهاية الفيديو. وهون بالفيديو هذي رقم 1 لما فتحت هدايا المعجبين. وبنات وقفوا الفيديو واكتبوا لي تحت بالكومنت اذا انا حقدر اكفي هذه المهمة تبع فيديو اليوم او لا. عن جد كل بنت حتعلق وتكتب لي انه بكفي او ما بكفي، فحط لها قلب واجاوب لها على الكومنت سهل، لانه انا بشوف كل الكومنتات بتاعكم. سو اكتبوا اذا حابين تشاركوا، حط لكم 1000 في الكومنت. سو يا فرجيكم أداء أخذت من دعوات في أول مرة لعبت فيها هدايا المعجبين، وهذه المرة الثانية ألعب هدايا المعجبين في هذا الفيديو. Thank you.
وفرجيكم قد تحصل على يعني على دعوة. وهذه المرة الثالثة ألعب هذه المعجبين، وحافرجيكم فقط المقتطفات مش كل المراحل في هذه المعجبين عشان الفيديو ما يكون طويل. أجيكم اللبس اللي تحصلت عليه، وكمان هذه المرة رابعة ألعب في هدايا المعجبين، ولسه حصل فقط 631 دعوة. خلصت بعد ما فتحت الهدايا كلهم بالمرحلة الرابعة وداخل على الخامسة، وحنفرجيكم الفساتين اللي حصلت عليها، وكمان استبدال أداء عندي، وكمان أداء حصلت على الدعوات 422 دعوة. والآن خلينا نبلش في المرحلة الخامسة. خمسة وداخلين على السادة، وهلا انا افرجيكم ادي عندي دعوات. وكمان بنات انا هون كتير 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 تعبت، سو حبيت اخذ بريك قصير او بعدين اكمل لكم الفيديو. صراحة اخذ مني هذا الفيديو ساعتين تصوير، ما بعرف اذا اقول لكم من قبل، بس اخذ معايا ساعتين تصوير بدون مونتاج بدون صور مصغرة بدون اي شيء، سو حطوا لايك اذا مش عاملينه. خلصت وبعدين حدخل على المرحلة الجاية، بس حابة أقولكم إذا مش حاطين لايك حطوا، لأنه صراحة الفيديو كتير كتير تعبني. والآن فرجيكم أداء عندي في الاستبدال، يعني كل مرة أعطيكم مقتطفات أداء عندي في الاستبدال، حنبدأ بالمرحلة الجاية.
بنات كملنا من هذه المرحلة وداخلين على المرحلة الجاية. حابة أفرجيكم كم عدد الدعوات اللي تحصلت عليه، 922، ما باقي لنا كتير أبدا، وكمان عدد الاستبدال عندي. قولوا إذا توقعوا حكمل الفيديو أو لا، أو هأنجز هذه المهمة أو لا، واكتبوا لي تحت بالكومنت. من ونلحق الألف دعوة. Oh my god. وأخيرا ألف دعوة. Oh my god. Oh my god. ألف دعوة. ألف دعوة. Oh my god. ولا تخيلت. Oh my god. Oh my god. حكفي هذه المستويات، يعني بما أنا بقي لي 10 مستويات حكفيهم. وآخر بوكس هنفتحه في اليوم، بوكس البطارية. Oh my god. ورسلت لي هيك، يعني التليفون رسل لي انه التطبيق تبع التصوير اخذ كتير وقت. So كان هذا فيديو اليوم، وقتنا نجمع 1000 دعوة. Oh my god. أحبكم كتير كتير كتير. إما تقبل فيديو آخر لا تسمعوا لايك وشير مع أصدقائكم اللي يحبوا لعبة ملكة الموضة. باي.